بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس رقم 50 من دروس شرح موطأ الإمام مالك. الحديث رقم 220. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان. هذا الحديث يعني عنده صلة بالأحاديث السابقة، يعني أحاديث السهو، في مجموعة معتبرة من أحاديث السهو. الحديث هكي بوسا يشود غل أحاديث نيعدان انتثوث إلى قصيد نغر. نختصر ما تيسر، ولكن كل يوم الحديث ذا شب جديد راه دياوي. مثلا نسمي كثير إلا الحديث ديالنا في النبي صلى الله عليه وسلم يتسو ناسيا، يعني صلى خرج من اثنتين، لم يبين الحديث اثنتين ركعتين، ولكن مقصودها ترى الظهر أو العصر أو العشاء سيكذاكي. إلا الحديث ديالنا ذو الظهر، إلا الحديث ديالنا ذو العصر، إلا الحديث ديالنا للعلماء ديالنا ذاكي، يعني في الظهر وفي العصر تكرر. كل حديث اش ديالو ذا جديد. الحديث بوسا حديث 220: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان. مدينا إن أحدكم رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، يون مريك كراد الزال أثي ديس الشيطان. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ يعني العلماء ندون ركرنا الطاعة من الطاعات، أي طاعة وعلى رأسها الصلاة. أي واحد يريد طاعة من الطاعات يجد ما يشغله، ما يثبطه، ما يصرفه عن تلك الطاعة. وين ريك الذي خدمين يلهان أما تظلث أدياس وين راسينين، يعني الشيطان طبعا نهضر في الشياطين الجن، أمش يثبطه يمسير الزيف. الزيف هاو صلاة الفجر في الصيف والموذج سخانة 12 وحدة زوج دين، يلا لازم ينهض ثلاثة ونص ينهض، يعني صعب. والشيطان هذه يدخل فيها بكل يسر. سينيها كان ثورة الصد كم الأسكان ربي غفور رحيم، كي تنوض على الساعة 10 نتاع الصباح عادي، خاصة الصلاة في الصيف، صلاة الفجر في الصيف. وسائر الطاعات ممكن واحد يروح يزكي ذي عشر، يجي الشيطان يقول كيفها تعشر تخرج من أموالك، علاه حافظ عليها. هو كي تخرج من 200 مليون تخرج 5 ملايين، يبقاو لك غير 195. يبدأ دير له الحسابات، يقول خلي ربي غفور رحيم نتصدق. يتلقى مع كاش واحد يمدلو 5000، ماشي 50,000 دينار، خاطر المفروض 50,000 دينار، هذه هي 2.5%، ويحاول يقنع نفسه باللي هذه هي خلاص صدقوا. وهناك أناس عندهم نصاب الزكاة وحال عليهم الحول سنوات، كي تقولوا علاش ما تزكيش يقول كنت نصدق أنا يدي هك، ولكن الصدقة وحدها والزكاة وحدها. وسائل الأمور الحج يا حسرة، خاصة الحج، يقول مازالك صغير، هو كي توصل 75 روح تحج على روحك، روح تحج وكي دير الخير كأنك حجيت. وهذه كلها وساوس، إما يأتي بها الشيطان الجن، أثنتي دياوي الشيطان الجن، هذا سينيك مازالك مزيض، إنك تخدمض الخير، تقول لي الحج، تحجض مولانيك، تحجض في كذا إلى آخره، أو يأتي شيطان الإنس. يجي شخص يقول لك يا حسرة عود حسابات، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن
نستنبط من هذا الجزء من الحديث أن من يقوم إلى الصلاة أو إلى طاعة من الطاعات جاءه الشيطان، والشيطان سماه القرآن عدوا مبينا، العدو المبين. فلبس عليه، لبس في اللغة العربية لبس يلبس لبسا، إلا لبس يلبس لبسا، مخلفة ما يلذ اللبسة أدنظ لابسة يلبس لبسا، ماشي لابسة، ماشي بفتح الباء، إلا بكسرها أدنظ لابسة، لابستو، وتقرا لابستو. في اللغة العربية الحركات تغير المعنى. يروى أن الإمام الشافعي كان مريض وجاته واحدة عجوزة قالت له أسأل الله أن يشفيك، كارثة، أسأل الله أن يشفيك، معناتها أسأل الله أن يهلكك، يعني الهلة تبرأ، هذا هو المعنى. خطر قالت يشفي بالضمة، هي المفروض تقول يشفيك بالفتحة. شفت اللغة العربية الفتحة والضمة يتغير المعنى. ما ثنظ أسأل الله أن يشفيك بالضمة معنى من نظرين الهام، ما ثنظ الفتحة يشفيك المعنى الشفاء، كيشفو ربي هكا. الإمام الشافعي ما يديلهاش درس في اللغة العربية، واش قال؟ اللهم استجب لقلبها لا للسانها، أربي اقفل فيلس في فوليس، خاطر يزرغ وليس يصفى في بغايس الشفاء، ماشي يلسيس، خاطر يلسيس يناد أين ورث الغارة، أثي ديني ثناثي يلسيس، ثناس اللهم استجب، إناس اللهم استجب لقلبها، يعني للنية الكامنة في قلبها لا للسانها. ذاك ما ردينيض لا باس معناه خلط وسوس، المعنى يس عطلك من الخواطر ما يشغلك عن الصلاة، ما يجعلك تسهو، يكون عندك السهو والذهول والنسيان، تتخلط لك. وأحيانا الإنسان يقول لك والله غير تخلط لي، تخلطت، مانيش عارف صليت زوج ولا ثلاثة ولا أربعة. معنى لا باس في اللغة العربية خلط وسوس أذهل أشغل، في كذا كيف كما عن ينس ملكد ما ذل لابسة بالكسرة، لابسة يلبس لبسا، المعنى يسد اللبسة، ما إلا لابسة يلبس لبسا، اللبس معناه الخلط أو الوسوسة إلى آخره. فلبس عليه، إذن الشيطان يأتيك بالخواطر، أكيد يوي الخواطر، أكيد يسمحتي السوين راكي شغلن في الظليف، حتى لا يدري بهذا التخلاط اللي صرا، حتى لا يدري كم صلى أوري الزرارة شحال يقزل. إذن هذا الحديث راه في السياق نتاع الأحاديث السابقة، الأحاديث اللي نشرح في السهو، حتى لا يدري كم صلى أوري الزرارة شحال يقزل. فإذا وجد ذلك أحدكم، اللي لقى روحه في هذا الوضع في هذا الحال، وين يفاني مانيس ذي الحالة يجي عرقنتاس تخلط في اللاس، مباشرة قال فليسجد سجدتين وهو جالس، يعني أذي خدم سجود السهو. الإمام مالك أورد هذا الحديث ضمن هذا الباب، سلسلة الأحاديث المتعلقة بالسهو في الصلاة. فليسجد سجدتين وهو جالس، هل هذا الحديث قال يبني على اليقين يستيقن يتحرى؟ وما قالش سجود السهو القبلي ولا سجود السهو البعدي، كل ذلك لم يرد. أين كيد النغا كثيرة ولا شيء ذاك، ودينا راه أتسفنوض في اليقين
ما تشكر في سنة ثلاثة أفنو في سنة ماشي في ثلاثة سجود السهو القبلي قبل السلام بعد السلام لم يذكر هذا. إذن هذا هو الحديث. العلماء حينما شرحوا هذا الحديث ذهبوا في ذلك إلى مذهبين إلى رأيين. الأول يقول هذا حديث مختصر جاء بيانه في الأحاديث الأخرى، كفوا يعني الحديث هكي مختصر مختزل يوكذ كان فين يعني سجود السهو فقط ويرند الكلمة العبارة أنه الشيطان هو اللي يوسوس هو اللي يجيب لك الخواطر. علاش بعض الأمور تنساها كي تدخل في الصلاة تجيك تحوس على حاجة ما تلقاهاش، كي تدخل تقول الله أكبر يجي يجيبها لك شغل الرادار. هذا هو اللي ما بغاش يعني ثم كي قال فليس جوز سجدتين على بالكم علاه السؤال المطروح لماذا تكرر موضوع سجود السهو القبلي او البعدي واذا قلنا فليسجد سجدتين السؤال انتظروا الجواب منكم تفضلوا اجتهد ترغيم او ارغام للشيطان زيد كي يدير السجود جبرني الخلل يا هكذا كاين واحد لطيفه داخل شكون يقولها الشيطان يكره السجود تفكروا لأنه أمر بالسجود فلم يسجد يعني هذه جزئية مهمة ما قالش فليركع لا قال فليسجد ما قالش فليستغفر جبر للصلاة إنه السجد لأنه يكره السجود وما كانش حاجة يكرهها السجود يكره الشيطان كما السجود يكرهها يبغضها وتعرفوا السبب الخروج من الجنة اللي هو كان أمر بالسجود فأبى لذلك ترغيما له السجود فليسجد سجدتين. أما كدني الحديث دينارا قبل السلام أو بعد السلام ذا شود وهو جالس يعني وهو جالس لأنه سواء كان سجود قبلي أو بعدي طبعا وهو جالس. إذن الرأي الأول يقول أن هذا الحديث مختصر مجمل يتبين بالأحاديث الأخرى السالفة الذكر مجمل الأحاديث اللي نشرحها كني أتسيقاذني أريثي ديفقنا بدليل نفكركم حديث 210 أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم هذا الحديث شرحناه نعيده للبيان إذا شك أحدكم في صلاته لقي يشوك ودينا لا شيطان ولا يشوك فلم يدري وري زرارة كم صلى أثلاثا أم أربعا لقي في صلاة الرباعية أهل طري الزول ثلاثا أربعا فليصلي ركعة معنى هناك احتمالا يا إما ثلاثة يا إما أربعة إذن اليقين ثلاثة أربعة للشك الأحاديث الأخرى فليبني على اليقين فليبني على يقينه على يقينه ثلاث ركعات في صرف هاي الشك ذا شو دين الحديث فليصلي ركعة يضيفها وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم قبل التسليم أم بعد شو دينا تتمة الحديث فإن كانت الركعة التي صلى خامسة وممكن صلى أربعة زاد واحدة ولات خمسة فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين يعني إجفرت وشو سجدة سجود السهو وإن كانت رابعة ملت أربعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. إذن هذا الحديث واضح من الحديث الذي يبين هذا الحديث المجمل ولكن إلا الرأي ديال خاطئ لا يقولك هذا الحديث
خاص بكثير الشك بالشخص المستنكح بالشك، يعني كثر في عنده الشك، اللي يشك بزاف. هذا الحديث خاص به، قال لك فليسجد سجدتين وخلاص. وفي حديث آخر ديننا لا، معناه ذاكي الجمع بينهما، يا إما يطبق الحديث يسجد سجدتين ذلك مطلوب هذه خمس سجدتين، ما إلى الحديث ديننا خاطئ ينصرف من صلاة هذه فصيل ظليثيس والسلام، لأنه يبني على الأكثر ولا يبني على الأقل، لأنه مستنكح وهو أحسن علاج أحسن دواء لوساوس الشيطان. لا العلماء ديالنا حديث هكي خاص بين كي تشكوا طاس وين لو كان هذه قيم كان دي ترقيع السجود السهو وري في الرياله في كوالو لما يسجدك ناثي وشك هذا. الحديث رقم 221، وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنسى، أكيد النبي صلى الله عليه وسلم يكتسو أو أنسى، معناه ضرب سبحانه أثيستو لمقصد لأسنة لأشرع. ذي الأحاديث نضي سفر الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما إلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم دون كثتو غامكنا مخنوي، معناه بحكم بشريته هو أيضا ينسى، هو أيضا ينسى. وحديث اليدين اللي شرحناه فيما سبق الفايدة نس ماشي كوني يزمر ربي سبحانه يرعاه وثي عيونه لثتو يراك، ربنا قادر على أن يرعى المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا يصدر منه نسيان على وجه الإطلاق، ولكن حكمة الله اقتضت أنه نسي فسلم من ركعتين وبعدين ذو اليدين. تعرفوا الحكاية، إن يسي رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، الحديث شرحناه. المعنى الحديث أنظر باللي من ذي البخاري ومسلم نغد الأحاديث دي نستسو ولا نسيتسو عادي، ولكن سمحتي إني لأنسى أو أنسى لأسن لأشرح الفايدة باش غادي مليم كني ليرينا كيف نرقع صلاتنا كيف نجبر صلاتنا، وهو المراد وهو المقصود. ولكن سمعتم وقد أشرنا إلى هذا فيما سبق بأن أحاديث الموطأ كلها موصولة مسندة موصولة ما عدا أربع أحاديث، وهذا أول الأحاديث هو أول البلاغات. لذلك ابن عبد البر الله يرحمه يناد لا أعلم هذا الحديث، يخدم كل الجهود التي بذلها في تحقيق هذا الوصل من بعد اللي انت ربع الأحاديث ذاقير في ذي فاسنيس يناد ثيقة ذاقي وسنتو في غارة السند وسنتو فار السند يناد لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه. إذن هذا البلاغ هو البلاغ الأول، مازال ثلاثة سنصل إليها، مازال ثلاثة. واجي ابن عبد البر يناد الحديث جي والسيفارة السند غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد هذه الأحاديث الأربعة التي لم يصلها ابن عبد البر، يعني لم يجد لها إسنادا وماشي وحدس. وافقه على ذلك الكثير من الحفاظ على رأسهم ابن حجر العسقلاني. فكي صناعة تاع المحدثين تاع العلماء أثني جد خدم شغل السن أثني عين ربي، ولكن العلماء ديننا لا الحديث كي يسعى يشوف في شوفان من ذي البخاري ومسلم إلى آخره يروى، وإن كان الرسالة يجي مطبوعة الآن لابن الصلاح، إن ابن الصلاح شو دينا في رسالته التي ألفها في الموضوع
إن كل الأحاديث التي في الموطأ كلها موصولة، ذكر ذلك في هذه الرسالة المطبوعة. ويناد الحديث قيس على الشواهد، الشواهد ذي البخاري، ولكن الشواهد البخاري تذكر النسيان ولاش ليس أنسى. ذاك نفتح واحد الباب، يعني حكم رواية الحديث بالمعنى. الحديث مرصد الحديث المتواتر، حديث متواتر معناه تواتر، تواتر مبناه وتواتر معناه. حديث متواتر من الأحاديث المشهورة جدا المتواترة، حديث من كذب علي، تعرفه كامل، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيه رواية أخرى من كذب علي ما كانش فيها متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أرواه 62 من الصحابة والعشر معهم العشرة من المبشرين بالجنة. يعني 62 صحابي إثي ديروان، وستسمعون جديدا من بعد بعض العلماء 102 في الدنيا غير في الخطأ نظر غرس في هذا الساعة نقيم كذا 62 62 صحابي يرسن عشرة من المبشرين بالجنة ليروا هذا الحديث. إذن بلغ أقصى حد التواتر، أقصى درجة التواتر، ولكن معظم الأحاديث ماشي هكا. لذلك العلماء حينما تحدثوا عن رواية الحديث بالمعنى ذكروا شروط، يقول لك أن يكون عارفا باللغة العربية، عارفا بمقاصد وأسرار ومعاني الألفاظ باش ما يغيرهاش، لازم إذا كان نسى اللفظ يستبدله بلفظ مناسب. إذا فتحنا هذا المبحث نقول ما دام يجوز رواية الأحاديث بالمعنى كما قال ذلك العلماء، علماء الحديث وعلماء الأصول، ما الذي يمنع أن هذا يدخل في هذا الباب؟ يمكن أن يدخل هذا الحديث في هذا الباب، فضلاً عن الشواهد المذكورة في بعض كتب السنن وبعض كتب الصحاح من صحيح البخاري وصحيح مسلم. أنا أكتفي بهذا. والإمام سفيان قال كلاماً مريحاً عن البلاغات، قال إذا قال مالك بلغني فهو إسناد صحيح. شوف سبحان الله، الإمام سفيان إنيك ذهن ما إلا الإمام مالك إناد، إمام دار الهجرة، عالم المدينة، إناد المعنى الصحيح والسلام. وهذا الموضوع سنعود إلى كلام سفيان الثوري وكلام الليث وكلام كثير من العلماء، سعيد بن المسيب، يعني في الموضوع هذا سنعود إليه في الحلقات القادمة إن شاء الله. قال سفيان إذا قال مالك بلغني فهو إسناد صحيح. ابن عبد البر مدينة وقل القطب المالكي أشد هنا إنك هو بلاغ صحيح في الأصول، معناها يسعى الجذرة ماشي ذوال سارة الجذرة، هو بلاغ. هو قال كلام وشوف في غير السند يعترف، ولكن في الأخير شدينا هو بلاغ صحيح في الأصول. وأعتقد إذا جمعنا بين كلامي ابن عبد البر القرطبي المالكي وبين كلام سفيان هذا مخرج لطيف لما ذكر. حديث 222 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجل سأل القاسم بن محمد فقال إني أهيم. أزلنا أحاديث ساو أنا اختصرتها ما قلتهاش كاملة. قالك إني أهيم، ما معنى أهيم؟ أسهو دفضي ولكن الله يروح لعقلي كل يوم نمشي دي عبر ويبثني دياك الإمام مالك يجمعثني دياك. نفتح قوس أيضا مهم، البخاري شحال أحاديث تسعة عدد إسعى 7275 حديثا إكسعة، ولكن لو كان نسقط المكرر منها أدنف كان 4000، إذن 3000 أكثر من 3000 هي مكررة.
وهذه هذا هو شأن العلماء، كانوا أمناء في نقل السنة، في خدمة السنة. ولما إلا المعنى ذيون ولكن الصيغ تختلف يذكرونها هذا الإمام. ولكن سي الأحاديث سي المنفذة أقلا نبض في الحديث 222 أنفغر من أحاديث السهو وهكذا. هذه فائدة، فائدة الأولى يعني تبرز حرص خدام السنة على نقلها بكل أمانة بكل ما يستطيعون. وقال لك قد شن في السنن في صلى الله عليه وسلم خذ من ثزمر في السن أكوين فن بنتيد. الفائدة الثانية إذا تعددت الروايات وتعددت الأحاديث كل واحد واش يحفظ ما إلا كل شو ما كل شو دي مشتي بالك ثورة ذي المجال يساقين خدم يولا دي مشتي الحديث أن قالوا يقين وإذا دي مشتي الحديث أني أربعة خمسة أسيني ما إلا ربعة ما خمسة ثلاثة النفي إلا وإذا دي مشتي إلى آخر أثنى ذاقينات إني أهم. أول مرة يذكر هذا المصطلح، هذه اللفظة ترد أول مرة. أهم المعنى يس السهو أنسى تسوغ يروح العقل يس في صلاتي فيكثر ذلك علي يعني تسوغ طاس. فقال قاسم بن محمد امضي في صلاتك، هذا ندغ دقين بودا جديد امضي في صلاتك يعني لا تلتفت خطر ميلك شيني أتتوغ بزاف أتر نوضس ضوال الوساوي سكذ الخواترني وثفر روضارة الظلي فيه. كما ذكرنا مرة عن الوضوء تلقى واحد يدخل باش يتوضى ساعتين باش يتوضى ساعتين ثلاث سوا باش يتوضى بزاف. يونما قلت كنت تقوله أحرص بلا ما تقوله هو أصلا حريص يزيد يحرص يزيد ما يكره يكره يتعب. كما قال واحد حكاها لي قال لي كل من سمع الأذان نتقلق خطر جاء وقته الشغل ذا القرآن. لذلك المسألة ليست بسيطة، اللي ربي عافاه يحمد ربي ولكن اللي عنده هذا المرض خطير الوسواس من الوضوء إلى الصلاة إلى الصيام يولي يشك كاع في شهر رمضان كامل إلى الحج. كاين اللي حج منذ 10 سنوات مازالوا عنده شك يقول واقيلا الحج نتاعي ناقص يبدا يدخل الوساوس. هذا الأمر خطير والشك أيضا دمار حتى في الأمور الأخرى. لأن الإنسان اللي يشك هذه حتى يشك مما يكون عنده شريك يشك في الحسابات يقول وشكيت واقيلا ما يعطيليش الحساب صحيح والرأي رايحة. الشك دمار. إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي. فقال قاسم محمد قالوا أمضي في صلاتك شيني العلاج نتاعك هو هذا أمضي في صلاتك يعني لا تلتفت إلى هذه الخواطر أو الخطرات أو الوساوس وتوليها. لما دينظر الخواطر دينظر الخطرات التي تجول في خلدك خلدك ما تقولش خلدك هذا خطأ شائع. الخلد الجنث أو الضمة تكسر تروح بالمعنى يدور بخلدي خلدي وتقرأ يدور بخلدي خطأ. اللغة العربية تقوى مليح عاص روحك. يجي واحد يقولك يتصدى لذلك رجال أكفاء معنى السبيسياليست خطأ. كي تقول أكفاء معنى ذي ذرغال مفردها كفيف هذا خطأ شائع سمعناه آلاف المرات. يقول لك هذه على بالك الخطأ الشائع يستنسخ يولي كأنه هو الصح. يقول لك هذه المسألة يتولاها الأكفاء. ما معنى الأكفاء؟ معنى ذر غالم هو الأكفاء. الصحيح لغة أنقول الأكفاء مفردها كفء كفء ميل أكفاء مفردها كفيف ذا درغال. معليش هذه بين قوسين الأبارتمون اسمها بالعربية الأبارتمون شقة ولكن عند الناس شقة الشقة تسراف
الصحيح شقة، نقول حنجرة، خطأ حنجرة، يعني كنت تشوف الأخطاء الشائعة لا نحصيها عدلة. يلا امضي في صلاتك، يعني الظال كمل تظلي فيه، فإنه بعد واش قالوا؟ فإنه لن يذهب عنك، يعني هذا الشيطان ما يخليكش تتهنى. الشيطان ما تغضى سوال أستك تمزغت وكي تجارة تهنيض وشي تكارة تلويث، فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. والله غير سمعتها من كثير من الناس اللي عندهم هذا الوسواس، يقول لك والله غير نخرج من الجامع ونقول روحي هذه هي الصلاة، غير عودها. قال لك وانا ماشي يقول لي هذه هي الصلاة، سبحان الله كما ورد، حتى تنصرف وانت تقول، يعني يجعلك انت تقول، يبرمجك اخي خمس البرنامج اكي بروغرامي ادين ذولاكي ما اتممت صلاتي. ما هو المطلوب إذن؟ تغافل عن هذه الخواطر، عن هذه الخطرات، عن هذه الوساوس، لا تلتفت إليها، وهو أحسن علاج. ورستغل أن تجاوز بعض الحديث، أدنى بعض الحديث 228، حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب. نبدأ منا الحديث الذي يعلمنا الفقه والأدب، كما ذكرنا أن كتاب الموطأ هو كتاب حديث وأدب. الموطأ يسعى للسنة النبوية حديث وكذلك الأدب صرف قال. سمحوا لي من أخطائنا في وقت الخطبتين، كيدير الشيخ الخطبتين، من أذكرها على سبيل المثال، كاين اللي ما يستقبلش القبلة، كل واحد وين مكسل. في الدرس عادي، في الدرس كاين اللي يتكاكي، ولكن الخطبتان تعوضان الركعتين. صلاة الجمعة عندنا زوج ركعات، ولكن قبل زوج ركعات كاين زوج خطبات، سناث الخطبات خطبتين، أم بعد أدسنت الركعتين. من الأخطاء الإمام طلع في المنبر يجي واحد من هي يصلي هنا ركعتين، الله أكبر بسم الله ما شاء الله عليه، يروح يصلي ركعتين، ما يصليهاش لهيه، يصليها هنا ولا لهيه، يشوش على الإمام ويشوش على الناس. ثقي تشدوا لا غير صرفقة، تشدوا لا غير الحذاقة. في الدرس سمحوا لي الإمام يدرس بنهار الجمعة، يجي واحد هو راه يدرس هنا، هنا الدرس ماشي يصلي ركعتين براحته، ولكن يجي يصلي هنا، تولي باش تشوف ناس لازم دير هاك. عادي نقول لك انا نطبق السنه بالسنه، بهذا التطبيق بهذه الطريقه نهدم السنه، يعني تصرف كاع. النبي صلى الله عليه وسلم اغدي قال لقد تربي لقد تسعوا من الحداقه أو كيفاه؟ وحضرنا لمشايخنا زمان يوقفهم يقولوا حبس حبس، ولكن الله عارف أقل غادي زمان النظام لا إله محمد رسول الله. باش كديني غيث مثلا التصرف كاع الأدب يسعى مازال. النبي صلى الله عليه وسلم ناد إنما في الحديث خرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إن رواية النظام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق يسعى أن تزل دم قرآن دم قرآن. ذاك ثورة من الأخطاء اللي يرتكبها بعض الناس
أن الإمام يخطب وهما يقصروا، خاصة اللي ما سمعش الخطبتين، خاطر كاين هذا الخلل. يقول كذا صحت لي بلاصة هنا في الجامع نسمع للشيخ، أما اللي راني برا ما نسمعلوش، الميكرو ما يسمعش، يدير رأيه. لا لا، كالذي سمع والذي لم يسمع، كلاهما مطالب بالإنصات. أما ذوين يسلان أما ذوين نور نسلي إلى قد سسمن، أخطر الإمام يولي في المنبر ذيان. إذا قلت لصاحبك أنصت، وقمت النظام سسم، والإمام يخطب، يخطب في المنبر ماشي يدرسه. الدرس كي الدرس الجمعة جائز مشروع، باش نكس الشك ماشي كان خطبتين، درس الجمعة مشروع، ولكن ماشي المعنى اسم دم مشروع معناه يجوز التشويش، لا، أيضا ليس من الأدب التشويش كما قال العلماء على المتحدث، على المتحدث يتكلم ورسي زماول وتشويش فلاس وكذا. وما أدراك إذا تعلق الأمر بدرس في الجمعة اللي هو يسبق الخطبتين. يوم الجمعة فقد لغوت، معنتها المراد ذاكي لغوت، اللغو كي ساعة سي المعاني. أولا اللغو هو رديء الكلام، الكلام الرديء الفاسد الذي لا يصلح هو اللغو. ذاكي فقد لغوت، لأن العلماء ديننا المقصود بذلك صارت جمعتك ظهرا، يعني يروحك الأجر لصلاة الجمعة في غرض الطهور، أما كنت زود أربع ركعات. لأن العلماء ديننا لا، ذا الأجر ينقصن، نقص الأجر، ولكن متسا إسنث وارث، إسنث وارث. طبعا العلماء كان عندهم ايضا اقوال اخرى، يقول لك ما الى عند الضروره، ما الى الكلام للفائده للتنبيه لا حرج على ان يكون قليلا بما يحقق المقصد. السيون كان عين لاقا وننادوا لمين ديال الظليث، ما الى الامام يغلظ السيون سبحان الله وري فيه مالا يجوز استهضر، ولكن استهضر ماشي داويض اول غزيفن، اول كان راه يفهم، أول كان أذي يفهم باللي يغلظ ذايا كان، وذا قلت سيعذر الذنوب ذاين يجوز الوقت يتظلف. وما أدرك في الخطبتين، في الخطبتين أذي أول كان يلقى مانيش عارف أذي لي مثلا سيرسي صبالي شكون كان دوري لا قرا غادي لي مثلا اليوم كان فارغ سوير ضم كان السي مثلا كان صلي فيه، يعني أين راه ينفع إن شاء الله لا حرج في ذلك. ولكن لأن العلماء ديننا شو المقصود، ما إلا يونس يفكر زي الخطبتين ويفكر القيمة، يلغو يتكلم يقصر يحكي عادي. لذلك وطبعا نركز على أن الخطبتين أذنت باللغة العربية في كل مرة ننبه الدرس ديروا بالدارجة بالقبيلية عادي، استعمل مصطلحات بأي لغة، ولكن الإمام في الخطبتين يخطب باللغة العربية، استعرف. وهيبة الخطبتين لا تتحقق إلا باللغة العربية، ولا أحد يثبت العكس، خطر لو كان سنسرح سن لغة النظام كل واحد واش من اللغة اللي يستخدمها الفرق وسرح سورة أندى. وثاني في فائدة أخرى أن الناس الذين لا يعرفون العربية يتعلمونها، وهذا مقصد كبير. وقد قال لنا الكثير من الناس ما تعلمنا إلا عن طريق الخطبتين، بل حفظ الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الإمام يكررها، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، حفظوها. يقول كان ما قريتش العربية ولكن تعلمتها،
وهذا مقصد من المقاصد. سأعود إلى هذا الموضوع في فرصة أخرى بمزيد بيان، لأنه مازال في إشكالات مطروحة، إن شاء الله سنعود إليه في وقته وفي محله. إذن هنا نركز على أن اللغو هذا قد يصدر من الذي يسمع للخطبتين والذي لم يصله الصوت فكان يلغو على أساس أنه ما سمعش صوت الخطبتين. كلاهما مطالب بالإنصات. أما ذوينا إلا ذي الجامع يسلام الخطبتين وإلا قرى ذي يهضر ذي خدم اللغو، أما ذوين إلا ذي ضرى وثي بضرى الصوت. هذا حديث 229. وحدثني عن الملك عن شهاب المدينة أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس، يعني تمسلاين عادي، ولكن مد يفغ عمر بن الخطاب يفغد وجلس على المنبر، الإمام عمر بن الخطاب يلاف المنبر، وأذن المؤذنون. دقيقة في معنى إلا وين دخل من يون، إلا وين دخل من سين، وين دخل من ثلاثة. قال ثعلبة، تقدم والله غورس في موضوع الأذان، جلسنا نتحدث قبل ما يطلع عمر الخطبتين، فإذا سكت كفى الأذان ذاين وقام عمر. أخي احنا على بالنا كاين الأذان الأول وكذا الثاني، كي يكمل الدرس يرفع الأذان الثاني مباشرة الإمام يبدأ في الخطبتين. وقام عمر يخطب يبدأ الخطبتين، أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. أنفك ثم زوف أنسل ولش وريه هضرا. طبعا هذا الحديث 229 ويتمم الحديث نبزور المعنى يس نتعلم هذا الأدب وننال أجر الجمعة إن شاء الله كاملا. بمعنى ميقول الشيخ الخطبتين أنفك ثم زوف أما ذويني لن ذي الجامعة ذويني ذي برا أما ذويني السلام أما ذويني السلارة، فلم إنك أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب واحد المقولة حلوة، إن فخروج الإمام يقطع الصلاة، إشارة إلى أنه ما كانش ركعتين بعد ذلك، وكلامه يقطع الكلام. فخروج الإمام يقطع الصلاة وتزال ركعتين ذاين، ماشي الإمام يخطب أنت تجي هنا وتصلي ركعتين. الله يهدينا ويهديك ما تديرهاش. إلا حبيت تديرها أخذا برأي فقهي آخر صلي له، صلي بعيد. علاش يا سيدي؟ خروجا من الخلاف، على أساس أن الحديث الذي ذكرنا وأشرنا إليه يعني تحية المسجد ينمريك الشمال يظل تحية المسجد ذا شريخ يخدم تظل في أي وقت، لكن يمكن ما يهمنيش يخص كندية في الشيخ يظل وانت يظل هذه الطف جوث التمثال ذي أندى وإلى قراء هذه الطفليس ما إلا يطف الرأي الفقهي النظام مقارة ذي بعد سي المنطقة أندى يحدث التشويش. فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. حديث 230. وحدثني عن مالك عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته أشد إن الراوين قل ما يدع ذلك إذا خطب، يعني دلال على التكرار أسدي ساعة وضطاس ثورة في عثمان بن عفان أشد قاضي الخطبتين نس إذا خطب إذا قام الإمام يخطب، يعني هو يعلم الناس يبين هذه الأحكام الشرعية. إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، يعني وكأن عثمان يعطينا خلاصة عن الأحاديث النبوية الواردة في الباب. إفكايا غد الخلاصة أن الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دقوين يعني ثم سلتقي. إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا افكتم الزوغ ثلاث، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ
مثل ما للمنصت السامع. سبحان الله، يعني كلاهما عنده حظ من الأجر. ذا شو المعنى يس؟ وينكني يسلام الإمام وهو يخطب يسعى الأجر، والند الخطبتين يعوضوا الركعتين. وينكني يلان وريسلارا يفعذ وريسلارا ما يسسم أيضا له حظ من الأجر. كلاهما، كل سمع كل ما سمعش وسكت ونصت، كلاهما عندهم الحظ. أعيد كلام عثمان: فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. الحمد لله، هو الإنسان يرتاح باش ما يتقلقش برا، يقول أنا ما نسمعش صافي ما عنديش الأجر، خليها يقصر مع صاحبه ولا يرفد بورتابل ويشوف لي ميساج ويشوف كذا إلى آخره. وهذا أيضا مما يفعل في أوقات الخطبتين وهي من الأخطاء. فإذا قامت الصلاة، هذا كلام عثمان، فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. أثن إفقنا غد، أي غير الإمام قبل ما يبدأ الصلاة يأمرنا ينبهنا إلى ضرورة الاعتدال في الصفوف، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. حديث 234: حدثني يحيى بن مالك: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. حديثي أيضا حديث مهم جدا، وفي الحقيقة هو عام لا يختص بصلاة الجمعة. أي واحد أدرك ركعة من الصلاة، صلاة الجماعة مع الإمام، فقد نال حظه من صلاة الجماعة. صلاة العشاء عندها أربع ركعات، إلا واحد الحق غير الركعة الأخرى مع الإمام، فقد أدرك الصلاة. طبعا يرقع الصلاة نتاعو، يرقعها، هذا صلاة المسبوق، لازم هذيك يعوض هذيك ثلاث ركعات اللي فاتت، ولكن لا يحرم من أجر أو فضل صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة كما تعلمون تفضل صلاة الفذ ب شحال؟ ب 27 درجة، ب 25 جزءا، ب 27 ضعفا. هذه كل أحاديث كلها وردت. إلا وين دينا درجة، إلا وين دينا دار اسمس جزءا، إلا وين دينا ضعفا. تتسع عقولنا فنستوعب هذه المعاني. لو كان تسمع حديث يقول ضعفا تقول لا لا درجة، لا 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 نياك، هذا موجود وهذا موجود. وهذه من فوائد الحلقات العلمية، لأنه نذكر كل شيء يعني ما تيسر. طبعا معنى الرواية نتاع الحديث، كان بعض الروايات تذكر اليوم لا تذكر كلها، تذكر في لقاء آخر، استنكمل كما يقولون من بعد تراكم المعلومات تراكمية. صافي لو أن دينا درجة، وإلى وين دينا جزءا 25 جزءا، إلى وين دينا ضعفا. المهم نفهم باللي صلاة الجماعة فضلها أكبر من صلاة الفذ أو المنفرد. ونزول وحدس ورسعة الله جرى من نزول صلاة الجماعة يسعى الله يبارك 27 درجة، أنا ما كده نستفهم. إذن ينال الفضل، ولكن السؤال: هل ينال الفضل كما اللي حضر أربع ركعات؟ الجواب لا، منطقي. واحد صلى أربع ركعات والآخر لحق غير ركعة، حين قولوا له ما تطبعش بزاف، أنت عندك فضل الجامعة تديه شحال الله أعلم،
لا تحرم من فضل الجماعة، ولكن أنت لست كالذي يعني صلى مع الإمام أربعا وكالذي بدأ معهم تكبيرة الإحرام لم تفوت تكبيرة الإحرام، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هاو صلاة الجمعة كان يلحق الأول، كان يلحق على 11 والآخر 11 ونص والآخر 12، كيف الأجر؟ ماشي كيف الأجر. وهكذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وثقيذ يوث النعمة سنعم من ربي سبحانه ذو الفضل سيدي ربي أد الحقظ يوث مركات وذ الأجر. كما اللي يصلي صلاة العصر في الوقت الضروري، صلاة العصر عند 4 ركعات وهو دخل باش يصلي صلاة العصر، صلى ركعة واحدة قبل أذان المغرب، يصلي 2 ركعة قبل أذان المغرب، الأذان المغرب رفع 3 ركعات يصلي ثنت يكشم ذا المغرب، هل هذا أدرك الصلاة؟ أدرك الصلاة، يصلها في الوقت أداء لا قضاء، تعتبر ذي الأداء يعني زولت ذي الوقت، بشرط أذيلي لنسي شروط تمزوارو إلى قد يسعو السبا إثي الصوضا بشذي وخر فظليث من العصر ألم ذي الوقت أجي يطول بزاف وقي الوقت الضروري السبا في السناث الشرط والسين إلى قد يلحق ركعة يعني ركوع بسجدتين غسل ثياب يزولي ثنت ذي المغرب لا جريس ثياوي أمكن يزول تزولي ذي الوقف هكذا بشرط يسعو سبب التأجيل إلى الوقت الضروري. نعود إلى الحديث. حدثني يحيى عن مالك إن من أدرك من صلاة الجمعة دي درسات الجمعة 9 ركعتان نهضرت في الخطبتين في ورق لغير ركعتين وين دي الحقن يوثن الركعة ذي الظلية الجمعة فليصلي إليها أخرى. شو المعنى يس ميك سلم الإمام ما أتكرض أدوذ في ركعة النظام ذي خطر وتسوي ضرر 3 خطر ماشي الطهور أدوذ يوث كان لو كان القاتل لقيت الإمام خلاص راه في التحيات خلاص كمل وانت دخلت معاه تصلي ركعتين لا 4 ركعات خلاص تغلط الطهور داين ذاقينك لقد حقد ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن الشهاب وهي السنة يعني أين تخذ مضاكين نسيق وفقا فشرعي في وفق السنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، إشارة إلى أصل من أصول المالكية وهو عمل أهل المدينة. لا يمكن يعني عمل في كثير من المسائل مصدرها عمل أهل المدينة، إن يعني خطر ذينا مهبط الوحي مكة والمدينة ساتن دي المدينة قاعش ذلولو في الصحابة قلنا ذي المدينة المنورة. إنك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا بالمدينة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا الحديث قال من أدرك من الصلاة ركعة، وقي حديث عام يعني تدخل فيه جميع الصلوات الجمعة وغيرها من الصلوات الخمس، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، أدرك فضل الجماعة، أدرك الصلاة بالنسبة إلى الذي يأتي متأخراً أجل صلاته لعذر دفعه ألجأه إلى تأخير الصلاة إلى آخر وقتها الضروري وأدرك ركعة واحدة فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء. والحديث واضح من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، فقد الفضل من سيدي ربي. وهذا القول الذي ذكره الإمام مالك ذكره الكثير من الصحابة منهم ابن عباس منهم ابن مسعود وغيرهم،
وأنس وغيرهم، وكذلك من العلماء الإمام الليث والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك. نلقاكم إن شاء الله قدر في الدرس القادم، ما يرضى ربي في مليليث ذي الدرس إديث الدون جاو ثالويث أرثي مليليث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.